بتاعي جامد. متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، احنا معاكم النهارده في لايف جديد وقصه جديده. عم عصام ترك اشهر حد يعمل آلات موسيقيه. احنا دلوقتي هنتعرف معاكم على كل التفاصيل، وعم عصام بابا بيرحب بيك وعايزاك بقى تقولي انت بتعمل ايه. اهلا وسهلا بيك يا فندم. عصام التركي صانع الات موسيقيه. انا بصنع رق سمك هاند ميد، كله صناعه مصريه هاند ميد. ده رق سمك جلد سمك صعيدي، وبيبقى رق سمك من الطراز القديم قوي في الصناعه اليدويه هاند ميد مصري. هو مشهور بالرق السمك انا طبعا والصناعه المصريه دي بتاعت مصر. بس ده رق سمك. يعني ايه رق سمك؟ جلد سمك صعيدي. يعني ايه؟ عايزين نشرح للناس اكتر. ده بيبقى جلد السمك ده احلى من الجلد البلاستيك. دي صناعة جلد الصوت السمك بيبقى أقوى. السمك دوًا بيبقى صناعة أقوى، الصوت بيبقى أقوى وأحلى. أحلى يعني الرق السمك ده أحلى في الصوت يعني، فاهماني؟ بس. هنسمعك دلوقتي صوت الرق السمك حضرتك. هنجيب رق سمك. جانا هاتي رق زي ده كده. السمك صوته طبيعي رباني حلو، صوته طبيعي رباني حلو، يعني الصوت بتاعه صوت كويس قوي بروفيشنال. تسجيلات استديو يسجلوا فيه في الاستديو بيبقى صوته قوي، حاجة قوية. لا من اللي زي ده. بقى لي حوالي 35 سنة. 35 سنة وانا شغال الشغلانة دي. شغال الشغلانة دي. ايه اللي حببك فيها؟ والله اللي حببني فيها المزيكا حلوة، يعني المزيكا حضارة مصر طبعا، مين ما يسمعش مزيكا؟ عرف. عرف الجلد زي ده. يعني انت بتحب المزيكا اصلا؟ اصلا بحب المزيكا، انا كنت بطبل اساسا. تعالي يا قلاوه فوينا. الحاجه او الرق الواحد بياخد منك وقت قد ايه على ما يبدا يعني يكون خلصان؟ يعني الرق تقريبا بيتعمل نجاره الاول، بياخد له مثلا بتاع 3 ايام ينشف، وبعد كده بيتخرم ويتفتح، وبعد كده بقى بيتصدف كده. الصدف اللي حضرتك شايفاه ده هو ما بياخدش بتاع يومين مثلا تقريبا يعني. ايه هو الرق والطوبه الانواع؟ طبعا. ممكن بقى تكلمنا اكتر وتشرح لنا الانواع والفروق ما بينهم؟ طبعا حاضر، هشرح لحضرتك ثانيه واحده بس اخلص الرق ده واشرح لحضرتك. هو بياخد منك بقى كم مرحله؟ هو كده خلاص اتشد حضرتك، يعني هو هيبات عليه المسامير ديا. احنا دلوقتي هنعمله بالخيط ده وهيبات عليه المسامير ديا، وبعد كده هنشيل المسمار، هنقطع الجلده دي دلوقتي قدام حضرتك في اللايف اهي. هنلف الخيط ده اهو كده اهو. لا بتنام الجلده كده، وانا هقطع الجلد الزياده ده دلوقتي. احنا بس بنظبط الجلده عشان تبقى الجلده جايه سليمه عدله يعني، فاهماني؟ ولازم تبقى مظبوطه. ايوه الميه كده حضرتك اتشدت. والله حضرتك انا بصنع الشغل ده من زمان جدا جدا، كنت بنزل شارع محمد علي، وكنت مشهور جدا في شارع محمد علي، كنت بدل التجار. فخلاص انا وقفت شغل التجار ودلوقتي بصنع لوحدي، شغال لوحدي وكويس يعني الحمد لله رب العالمين. يعني هي كده
ان شاء الله رب العالمين. هقطع الجلده واوريها لحضرتك وهجيب لك واحد خالص وهنطبل عليه دلوقتي. ايه اني صوت احلى بالنسبه لك؟ السمك، انا احب السمك. صوت السمك اه ده جلد سمك يعني؟ ده معلش ده بياخدوه من السمك اصلا؟ اه مش سمك، سمكه اسمها بياض صعيدي. ده امي يا جنى، هاتي جلد سمك من جوه من هنا. طب هو بيجي لك ازاي كده؟ ده بيجي لي من الصعيد. برافو عليك اللي انت بتساليني كده. هاتي شويه يا جنى. يعني هو جلد السمك ده بيجي لحضرتك من الصعيد؟ هاتي كتير يا جنى، هاتيهم هنا جنبي. هاتي هاتي يا جنى، هاتي تاني، هاتي تاني، هاتي تاني يا يوسف. مش لازم يعني، ده نوع سمك كتير. ده اسمه سمك بياض صعيدي. حط يا يوسف هنا يا يوسف. سمك بياض صعيدي. اه. سيبه كده خلصت لف الخيط؟ ان شاء الله. هنقطع الجلده بقى حضرتك اهو. بصي في الجلده، بصي حاجة سهلة اهو، بصي. حاجة سهلة جدا 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 اهو. طب وحضرتك بتعمل بقى رق بايه تاني غير جلد السمك؟ بعمله بقى بالشامبر البلاستيك، ده شغل سوري وانا عامله هنا في مصر، بصنعه في مصر. يعني الشامبر بيجي لك جاهز؟ لا انا اللي بصنع كل حاجة هنا في مصر، انا عامل قوالب وبشتغل على القوالب دي. ايه اللي بيميزه عن باقي الناس اللي بتشتغل في نفس المجال؟ عشان انا ليا اسم، لازم أن يكون الصانع فاهم هو بيعمل ايه. لازم أن يكون الصانع فاهم هو بيعمل ايه، وانا ليا اسم قوي الحمد لله رب العالمين يعني. ما شاء الله يعني. عصام التركي اساسا يعني معروف عالميا. الاجانب وكده بيحبوا يجوا. اه طبعا طبعا. يتفرجوا عندك على اللي. اه برافو عليك. طبعا الرق اهو حضرتك كده. اه الرق اهو، بصي حضرتك خلص ازاي بقى، حاجه حلوه ازاي حضرتك. بصي بصي تسلمي. هاتي لي تاني يا جنى من دول، هاتي تاني من دول يا جنى. اه ببقى كده. اه بص هو الرق حضرتك خلص اهو، وبص الرق ده خالص طبعا. بصي بس كفايه دول. لا هو الرق ما هو نفس الرق اللي انا شديته، نفس الصوت ده، نفس اللي انا شديته، نفس الصوت ده. هو السمك واحد. ده هو الابيض اللي كان معانا دوت. لا الابيض ده بلاستيك، ده الجلد السمك حضرتك اهو. الجلد السمك ده، الجلد السمك اللي بيجي لي اهو ده. الجلد السمك ده، الجلد السمك ده، جلد سمك صعيدي من اخطر انواع الجلود في العالم كله. ده الجلود دي من اخطر انواع الجلود في العالم كله. انا متميز بالجلد السمك ده برضه في مصر. عصام التركي هو عنده اكبر كميات جلد في مصر، يعني حضرتك لو شفت بره مش هتلاقي. انا بس يعني اعوذ بالله من كلمه انا. ربنا يزيد يا رب. اللهم امين. ايه يعني عايزك بقى فرق الصوت ده؟ ده البلاستيك ده هو الصوت بتاعه.
ده الرق ده صدف. دي الجلده دي بلاستيك، ده صدف ازرق بصدف محار، ده شامبر صاج انا اللي مصنعه هنا، ده الفريم ده انا اللي عامله هنا كله، الفريم ده كله انا اللي عامله، ده النحاس ده بجيبه وابلزه وبعمله برده كده، والشغل سهل يعني. الطبله الطبله هي الطبله هي دي الومنيا، دي الطبله دي بتبقى الومنيا، بتبقى الومنيا، بتبقى زي كده مثلا، الطبله بتبقى زي كده، بجيب الطبله واحط عليها قماش، الطبله بتبقى زي كده الومنيا كده، الومنيا كده، بحط عليها قماش وبعد كده بوصلها للدرجه دي اللي انا اصدف بقى فيها الصدف دون كده زي كده كله. ده صدف كله كده، ده صدف الملمس بتاع الصدف لازم يبقى ناعم كده. وده هنا الطبله، الصوت اهو، اهو الصوت اهو. الطبله اهي. الله ينور. تسلمي لي تسلمي لي. الصوت الطبله العالي ده بيكون ناتج عن ايه يعني؟ الناتج اللي هو الطبله دي، الفريم ده جلد بلاستيك وبيكون راكب على الالومنيا، والصوت بيخرج من المخرج من جوه، الصوت بيخرج من المخرج من جوه. لازم الطبله تكون في الصناعه، يعني انا بتكلم على الصناعه عشان الناس تبقى فاهمه بس حضرتك. الطبله لازم ان يكون الفريم ده جاي مظبوط. كتير من الناس بيعملوا طبل والصوت رايح في، يعني رايح في حته تانية خالص، فالصوت لازم يكون التك تك والضم ضم في الاصول بتاعه الطبله اهو. ده التك. بس هنا كل واحد الصوت كل واحد. لازم الصوت يبقى واحد اهو. بص ايه رأي حضرتك؟ لا لا، حاجة جميلة جدا وما شاء الله يعني. تسلميلي تسلميلي. الطبلة لوحدها بتاخد من حضرتك وقت قد ايه على ما تبقى جاهزة كده؟ الطبلة بتاخد من 5 ايام لست ايام على ما تصدف. من 5 ايام لست ايام. شايف شغل حضرتك يعني بتميز بايه؟ بتميز اللي انا بعمل افكار مش موجودة عند حد عالميا يعني. بعمل موديلات مش موجوده عند حد عالميا، وانا حابب الشغل، بفتكر في الشغل وبكلف في الشغل تكلفه عاليه، ما يهمنيش في الشغل حضرتك. ليه الطبله والرق بالتحديد دون عن الالات الباقيه كلها؟ لا انا حابب الطبله والرق والدف بصراحه، لان هي اله عايزه حد يكون فاهم هو بيعمل ايه كويس. انت شايف ان الطبله احسن؟ طبعا. اله من الالات؟ الطبله حاجه، الطبله بتتكلم اساسا. ازاي بقى ممكن تقول؟ الطبله بتتكلم يعني. بص الطبله مثلا نقول Thank you.
تسلمي. الله ينور. تسلميلي تسلميلي. يعني حاجه جميله جدا ان انت بقى في صناعه زي كده موجوده عندنا، كل حاجه هاند ميد وكل حاجه مصريه. طبعا لا في طبعا جلد مستورد احنا بنجيبه من بره مصر، دخليها جوه، بنجيبه من جلد من بره مصر. الجلد ده مستورد، الجلد ده مستورد، بس ده مستورد بنجيبه احنا من بره مصر، لكن الطبله كلها مصريه. الصدف ده اسمه صدف ابيض، ده صدف ابيض بيجي من البحر الاحمر، من البحر الاحمر ومن مصر يعني. والزقاق دي طبعا بتتعمل هنا في مصر في البطليه، الزقاق دي الفليتو دون، والصدف ده بيجي من البحر الاحمر، صدف ابيض. بس هو ده كله صناعه مصريه هاند ميد كلها، بس هو الجلد ده بس اللي مستورد. ممكن نربط الطبله دي اونلاين دلوقتي؟ ربطها بيكون سهل؟ طبعا هي على قد المسامير بس؟ هي طبعا على لازم الطبله تبقى بست مسامير، ولازم الطبله تركب مظبوطه، يعني العلام بتاعها لازم يبقى ليها علام. زي ما حضراتكم شايفين كده متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، عم عصام ترك يعني يجنن الناس كلها بالطبله والرق والحاجات الجميله اللي هو بيصنعها، كلها حاجات مصرية بيستخدم فيها جلد السمك، وده طبعا حاجة كويسة جدا، الطراز القديم، حاجة من الطراز القديم زي ما بيقول، وحاجة كويسة جدا بالنسبة يعني للناس اللي بقى الفاهمة والغاوية في الحاجات دي، هتعرف ان الصوت جلد السمك غير الصوت البلاستيك. نشكركم متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، واستنونا في لايفات تانية كتيرة. دمتم في امان الله.